اسمي سر نور، ميديا جاي، بشتغل في الاعلام. طبعا مستشفى السعودي الالماني من المستشفيات كان مسمى مبدئيا لاني كان ليه علاقه كبيره جدا مع المملكه السعوديه، وخاصه موضوع البنيه التحتيه بالنسبه للطب بصفه عامه. السعوديه في المستشفيات اعتقد وصلت لمرحله جيده جدا جدا جدا، وده اللي بيربط علاقتي مع السعودي الالماني. السعودي الالماني طبعا اكيد له خلفيه قويه جدا بالنسبه للبنيه التحتيه من ناحيه الاداء والإدارة والدكاتره واختيارهم كمان، لان موضوع الاتش ار اعتقد واختيار الاطباء هو اهم شيء في موضوع اداره المستشفى وسمعتها. سمعت السعودي الالماني بالنسبه للوسط الامارات كطب عام اعتقد ان هو ماشي بالميثودولوجيا او الاسلوب القيم اللي انا اعرفه من ايام ما كنت في انجلترا. وطبعا دكتور من الدكاتره اللي بعتز بيهم دايما واللي هو فاهم النظريه اللي انا اصلا جاي منها، وهو الدكتور الجنرال براكتس، اي بمعنى الدكتور اللي حافظ كل حاجه عنك. والحمد لله ربنا وصلني الدكتور موجود، واحب اقول اسمه طبعا الدكتور قدري، بان هو يكون طبعا هو رئيس قسم طبعا، ولكن برضه يعتبر بالنسبه لي الجنرال براكتس اللي هو عارف كل حاجه عندي وكل المشاكل، وبعد كده بيوديني مكان تاني من دكاتره موجودين هنا. شكرا.